نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأهم العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخنكة ويؤكد أن إنتاج مشتقات البلازما بمصر حلم سيتحقق خلال عامين. السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية دعما لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. في تصريحات خاصة، وزير الآثار يكشف تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. أوبك وحلفاؤها يتفقون على زيادة تدريجية في إنتاج النفط بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو. السيدة والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. حلم مصري جديد يتحقق على أرض الواقع بتدشين أكبر مدينة للدواء في الشرق الأوسط بمنطقة الخنكة بالقليوبية. وخلال الافتتاح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مستعدة لتوفير التسهيلات كافة لصناعة الدواء لإتاحة الدواء للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفقا للمعايير العالمية. كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم الانتهاء من أول مصنع لإنتاج مشتقات البلازما خلال عامين. صرح عالمي جديد يضاف اليوم إلى سجل إنجازات المصريين خلال السنوات الست الماضية، هذه المرة في قطاع الصحة، حيث أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء مدينة الدواء بالقليوبية. الناس يقولوا المضاد الحيوي ده جاي من حته من بره، يعني ازعل قوي انا، يعني هو احنا يعني مش عارفين نعمل دواء يعني يبقى موثوق فيه؟ نقول لك هات المضاد الحيوي بتاع ده جاي من يعني من اي دوله يعني؟ لا 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 لا، الماده الفعاله اللي موجوده في الادويه دي لا تطلع من هنا. انا بتكلم على المدينه ديت اللي انا مسؤول عنها دلوقتي ومسؤولين عنها كلنا، انها لا، الحاجه اللي هتطلع هنا كفائتها وجدارتها مش 99.9، لا 100%. 180 ألف متر مربع هي مساحة عملاق إنتاج الدواء المصري إيجيبتو فارما. هذه المدينة وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين دواء آمن وفعال للمصريين وتحقيق الأمن الدوائي المصري وتوطين صناعة الدواء بمعايير عالمية ثم التصدير. مشتقات الألبومين أو مشتقات البلازما، يعني الموضوع ده كان حلم عندنا خلال 5-6 سنين فاتوا، ان احنا يبقى عندنا صناعة مشتقات البلازما في مصر، والحقيقة ما كانش متاح لان ده تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد قوي وعايزة منظومة شديدة الاحكام والجودة يعني. لكن انا اقدر اقول لكم ان احنا ان شاء الله زي ما اتقال في التقديم ان احنا خلال سنتين هكون. الشركة اللي جت قالت احنا محتاجين 5 سنين، مش كده؟ 5 سنين، وقلنا لهم لا، احنا هنقدم لكم كل التسهيلات عشان نعمل نصنع مشتقات البلازما اللي احنا بنجيبه من بره، بنستورده من بره، وهو مهم جدا داخل مصر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض استراتيجية مصر لصناعة الدواء وكيف نجحت مصر في تجاوز جائحة كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للمواطنين ولقاح كورونا. دولة تعاقدت مع أحد طبعا الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبالفعل النهاردة احنا مع وصول الشحنة اللي وصلت امبارح في منتصف الليل، احنا النهاردة بنتكلم على 1.6 مليون جرعة بقت موجودة على ارض مصر، وبالفعل بالاضافة الى 400 ألف اخرى هيجوا في خلال يومين، فاحنا بنتكلم على 2 مليون جرعة متوفرة النهاردة، وبدأنا بالفعل بالفئات الاولى بالحصول على اللقاح،
وهي طبعا كانت الـ 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 الأعضاء الأطقم الطبية والأصحاب الأمراض المزمنة. كما تطرق مدبولي إلى حلم مصر الذي يجرى العمل عليه لأول مرة في تاريخ البلاد، مصنع مشتقات البلازما. نحن النهاردة بنشتغل على ثلاث محاور رئيسية الدولة المصرية بتعمل فيهم بأقصى سرعة لتطوير كل هذه المنظومة بالكامل الخاصة بصناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي، ده ممثلة في مشروع المخازن الاستراتيجية اللي النهاردة الدولة المصرية بتنفذها، واخيرا الجزء الخاص المشروع الكبير اللي احنا عارفين ان ده هينقل مصر نقلة نوعية حقيقية في صناعة الدواء، وهو مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما. تنتج المرحلة الاولى التي افتتحت اليوم الادوية غير العقيمة باجمالي 10 خطوط انتاج، والادوية العقيمة باجمالي 5 خطوط انتاج، هذا بالاضافة الى مخازن لوجستية. وتختص المرحلة بإنتاج أدوية الأورام والهرمونات والمضادات الحيوية. المصدر عن المستحضرات العقيمة بيتكون من المحاليل الوريدية، الفايلز، الأنفوس، بنج الأسنان، قطرات العين والأذن. مستحضرات الغير عقيمة يتكون من الأقراص، الكبسولات، أقراص الفوارة، البودرات والأشرة ومنطقة الفم، والكريمات والمرام والأقنعة. خطوات سباقة تتخذها مصر باتجاه تحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا لصناعة وتصدير الدواء ومشتقات البلازما، صناعة رغم شدة تعقيدها وضخامة تكاليفها تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا في مجال الصحة والدواء. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الدكتور رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق. دكتور رضوى، بعد التحية، افتتاح أكبر مدينة للدواء في الشرق الأوسط، كيف يسهم هذا الصرح الطبي العملاق في تقديم خدمات طبية أفضل وضبط سوق الدواء وأيضا السعي للتصدير؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. الأول طبعا بتوجه بالشكر لحضرتك، وخليني في البداية أوضح إيه هي هيئة الدواء المصرية ودورها وأهم اختصاصاتها، وساعتها هنقدر إن إحنا نناقش ونتفهم أهمية دور مدينة الدواء والصحة الطبي العملاق اللي إحنا في صدد الكلام عنه النهاردة. هيئة الدواء المصرية زي ما حضرتك عارف هي هيئة عامة خدمية تابعة مجلس الوزراء، هي هيئة رقابية لأن هي بتختص بالرقابة على تسجيل وتداول الأدوية لضمان مأمونيتها وفعاليتها وجودتها. ومهم برضو جدا في الصدد دوت ان احنا نشير ان سوق الدواء المصري واحد من اكبر الاسواق الادوية على في منطقة الشرق الاوسط كلها، زي ما دولة رئيس مجلس الوزراء اشار النهاردة ان احنا سوق الدواء بيصل ل 125 مليار جنيه، ودوا طبعا رقم ضخم. سوق الدواء المصري هو واحد من اكبر اسواق الدواء في منطقة الشرق الاوسط، ويعتبر اكثرها نموا في الفترة الحديثة، وهو ده الحقيقة اللي أثبتته أزمة كورونا في الفترة الأخيرة قد إيه الدولة المصرية بفضل ربنا والتوجيهات ومجهودات ناس كثيرة تمتلك صناعة قوية. دكتور رضوى، الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة للمشروع القومي للاكتفاء من مشتقات البلازما، برأيك ما هي عوائد الانتهاء من أول مصنع متكامل لإنشاء مشتقات البلازما بحلول 2022؟
طبعا مشتقات البلازما والمستحضرات البيولوجيه بشكل عام هي من اكثر المستحضرات تعقيدا في صناعتها، وتوطين مثل الصناعه دي على في الارض في الدوله المصريه ده هيبقى شيء مهم جدا لتوطينها بدلا من الاعتماد على الاستيراد. ان الصناعه دي تتوطن على ارض مصر وتبدا تحقق الاكتفاء الذاتي منها، دي هتبقى حاجه مهمه جدا لتامين الوضع الدوائي المصري. دكتور رضوى المنير رئيس الاداره المركزيه للسياسات الدوائيه ودعم الاسواق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات المختلفة تعكس الإرادة القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر تزخر بفرص استثمارية متنوعة مدعومة بقرار سياسي على أعلى مستوى. جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسؤولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية وبحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأمريكية والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم المستقبلية للاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار أكد الرئيس حرص مصر على التواصل مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون مع الولايات المتحدة وتذليل أي عقبات. من جانبهم أشاد المشاركون بالخطة الاستثمارية في مصر وما يرصدونه من متابعة حثيثة للسيد الرئيس لتسهيل عمل الشركات الأجنبية والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار. وأكدوا أن الاجتماع ضم عددا من رؤساء مجالس إدارات وكبار المسؤولين بأبرز الشركات الأمريكية العالمية، في مقدمتها شركات أباتشي وبيكتل وهانيويل وأوبر ولوكهيد مارتن وإكسون موبيل وشيفرون وجوجل وماستر كارد وبيبسي ومجموعة هيلتون. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد قرار إعادة تشكيله. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية، وأضاف أنه رغم أزمة السفينة الجانحة التي وقعت مؤخرا في قناة السويس لكنها سلطت الضوء على أهمية القناة كشريان حيوي لمنظومة التجارة حول العالم. وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ لتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية قادرة على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية، مشيرا إلى صدور تكليفات رئاسية بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ إلى جانب إنشاء موانئ جديدة. وخلال الاجتماع استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير مشروعات الوزارة لتطوير الموانئ المصرية، ومنها مخطط تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة والسخنة ودمياط إلى جانب موانئ البحر الأحمر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ، حيث سيتم تسيير موكب يضم عددا من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية القديمة.
وأشار مدبولي أن الدولة تحشد كافة الإمكانات ليظهر الحدث بالصورة التي تعكس عراقة مصر وتبرز دلائل حضارتها الخالدة منذ فجر التاريخ. جاء ذلك خلال تفقده المسار المقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها بالمتحف المصري بالتحرير ووصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حيث مقر عرضها الدائم، وذلك للاطمئنان على الترتيبات النهائية استعدادا للحدث الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل. وترجل مدبولي في ميدان التحرير للوقوف على المشهد النهائي له بعد أعمال التطوير والإنارة، كما تفقد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للتعرف على ترتيبات استقبال المومياوات الملكية في نقطة انتهاء الموكب استعدادا لحدث فريد ينتظره المصريون والعالم. تتزين شوارع القاهرة استعدادا لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة إلى المتحف القومي للحضارة بعد غد السبت. وفي هذا السياق أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد أن سيناريو نقل المومياوات يتم التخطيط له منذ عام 2019، مشيرا إلى أن خط سير المومياوات سيبدأ من المتحف المصري مرورا بميدان التحرير ووصولا إلى متحف الحضارة. نقل المومياوات بالذات احنا كنا حريصين هننقله بطريقة مختلفة، عن طريق فعالية احتفالية عالمية بنوري العالم جمال القاهرة، بنوري العالم احنا قد ايه مهتمين وفخورين بحضارتنا، ان احنا بننتمي لاعظم حضاره في العالم. فمن 2019 واحنا بنشتغل على فكره الموكب ده، تطورت عده مرات الى وصلنا لسيناريو ان شاء الله يعني يعجب المصريين ويعجب العالم. كل قنوات العالم بعتت كروهات تيجي تصور هنا او هيبثوا مباشر عن طريقنا، الناس كلها منتظره الحدث، ويا رب ان شاء الله يعني يعمل ترويج سياحي للبلد. يشهد ميدان التحرير اللمسات النهائية الخاصة بحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وشهد الميدان أعمال تطوير ورفع كفاءة على مدار العامين الماضيين تتناسب مع هذا الحدث الفريد. نتابع. وترتسم ملامح على جبين مصر تبرز قوتها ومكانتها كأول حضارة عرفها التاريخ، امتزج فيها الماضي العريق بطموح في المستقبل ينهل من ماضي الفراعنة لبناء مستقبل أجيال المصريين. ويأتي ميدان التحرير منذ تأسيسه وحتى قبل عام ليكون شاهدا وراسما لصورة مصر أمام العالم كأهم ميادين العاصمة القاهرة. وخلال عام احتل الميدان متابعة قوية مع إشارة البدء في تطويره ووضع آليات متنوعة تشمل كل شبر بالميدان، سواء للمباني المحيطة المؤدية لشوارع القاهرة الخديوية أو بتنسيق الحدائق ووسط الميدان. ويشهد الميدان عملا على مدار الساعة لسرعة تطويره وخروجه بشكل جمالي رائع يبرز مكانة المصريين وتاريخهم. فوضعت مسلة فرعونية وسط الميدان أحيطت بأربعة كباش من الأقصر طيبة القديمة،
وزين النخيل أركان الميدان، وتم دهان الأرصفة والمبان، وضبطت الإشارات المرورية وكاميرات المراقبة، فضلا عن زيادة الرقعة الخضراء والأشجار بمختلف أنواعها. خطة شاملة للقاهرة الخديوية احتل ميدان التحرير مكانه فيها، واحتوت الخطة على أحدث نظم إضاءة الميدان لإظهار جماله، وواكب ذلك قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والإعداد لحدث يقف العالم كله تقديرا وإجلالا فيه لفراعنة مصر العظماء، نقل المومياوات الفرعونية تاريخ وحضارة، فمصر ستظل دوما في المقدمة، تأتي أولا ثم يأتي التاريخ من بعدها. حماد العربي، التلفزيون المصري. يترقب العالم بأسره الرحلة الذهبية لملوك مصر القديمة وأبرزهم الملك رمسيس الثاني. رمسيس الثاني أشهر ملوك الفراعنة وتحديدا الأسرة 19، أو كما يلقب بفرعون المجد والانتصار، اعتلى عرش مصر وهو شاب صغير في 25 من عمره، وحكم مصر لفترة تبلغ 67 عاما، وامتاز عهده بأعمال البناء والتشييد. نتابع هذا التقرير. ل66 سنة حكم رمسيس الثاني مصر، ثالث فراعنة الأسرة 19، صعد إلى سدة الحكم وهو في أوائل العشرينيات من العمر. شيد الملك رمسيس الثاني الكثير من الآثار العظيمة في الكرنك والأقصر وطيبة وأبيدوس وتنيس ومنف والنوبة، ومن أشهر آثاره مجمع أبو سمبل ومعبد الرمسيوم. ففي الكثير من متاحف العالم يعرض التماثيل التي شيدها، التي تظهر الخواص الفنية المعتادة لفترة حكم الملك رمسيس الثاني بما لها من ملامح ناعمة مثالية، بالإضافة إلى الملابس والحلي الأنيقة. رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الأول والملكة تويا، ومن أشهر زوجاته نفرتاري إلى جانب أخريات، حيث بلغ عدد أبنائه 90 ابنا وابنة. أما عن أعماله العسكرية فاتجهت شمالا إلى بلاد الشام، حيث قاد رمسيس الثاني عدة حملات، أشهر معركه قادش ضد ملك الحيثيين. وفي عام 1258 قبل الميلاد أبرم مع ملك الحيثيين أقدم معاهدة سلام في التاريخ. دفن الملك رمسيس الثاني في وادي الملوك، واكتشفت مومياؤه عام 1881، وبعد 5 سنوات نقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وفي إطار الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد بعد غد السبت، وذلك من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8:30 مساء على النحو التالي. سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. متواصلين معكم التلفزيون المصري ونتابع.
بتوجيهات رئاسية، مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية بوروندي. وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد لصلاة التراويح في رمضان. أهلا بحضراتكم من جديد، وعودة لمتابعة التحويلات المرورية تزامنا مع موكب نقل المومياوات الملكية. وينضم إلينا هاتفيا سيادة المقدم وائل عجاج. يعني تحية لك سيادة المقدم، وهذا الحدث الفريد والمهم بكل التأكيد الذي يتطلب معه غلق العديد من المحاور المرورية أمام المركبات، أطلعنا على أهم هذه التحويلات. شكرا لحضرتك العوز. احنا ان شاء الله يوم السبت باذن الله تزامنا مع بدء فعاليات الاحتفال ان شاء الله بنقل موكب الموميات ان شاء الله من منطقه المتحف المصري اتجاه منطقه متحف الحضاره بمصر القديمه. احنا ان شاء الله هنبتدي تتم عمل تحويلات مروريه وعمليه تفريغ واخلاء لمناطق ميدان التحرير ومحور الكورنيش قادم ومتجه اتجاه منطقه المعادي وقادم من منطقه المعادي، وكذلك منطقة شارع الفسطاط ومناطق محور عين الحياة والمناطق المحيطة بمنطقة متحف الحضارات. اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8:30 التحويلات دي هتبقى قائمة، وهتبقى عملية الإخلاء قائمة على مناطق ميدان التحرير ومناطق الكورنيش بالاتجاهين، مع استمرار المنطقة المحيطة بمناطق متحف الحضارات والحين الانتهاء إن شاء الله من الاحتفال. وبذلك تم وضع خطة تحويلات مرورية بمعرفة الإدارة العامة للمرور القاهرة ونشر رجال الإدارة العامة للمرور القاهرة على كافة المحاور والمناطق المؤدية لمناطق التحويلات. كذلك احنا ممكن ندي فكرة ونستعرض بعض التحويلات الخاصة بالمناطق ديت. فمناطق عندنا مناطق التحرير هيتم عملية تحويل تماما عن مناطق التحرير بالنسبة القادم من مناطق وسط المدينة. هيتم سلوك من مناطق ميدان طلعت حرب بدلا من استكمال اتجاه محور قصر النيل استكمالا اتجاه ميدان التحرير. هنبتدي نستخدم محور محمود بسيوني ومنه الى مناطق ميدان الشهيد، استكمالا مع مناطق ميدان الشهيد ان احنا هناخد محور رمسيس او ممكن نستخدم محور اكتوبر اتجاه مناطق الجيزه او اتجاه مناطق القاهره، او استكمالا مع مناطق ميدان الشهيد اتجاه محور الكورنيش اتجاه مناطق شبرا العلوي واتجاه مناطق كوبري 15 مي. كذلك بالنسبه للحركه المروريه القادمه من مناطق كوبري الجلاء اتجاه كوبري قصر النيل هيتم ارشاد المرور مع مناطق ميدان الجزيره ودخول حركة السيارات جماعة اتجاه شارع سرايا الجزيرة اتجاه مطلع اكتوبر من سرايا الجزيرة وامكانية استكمال الرحلة المرورية اعلى اكتوبر اتجاه مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة او اتجاه المنازل الخاصة بمحور اكتوبر اتجاه شارع رمسيس او اتجاه مناطق الحدائق. كذلك بالنسبة للقادم من مناطق شارع القصر العيني وقادم من مناطق الجنوب هيبتدي ارشاد الحركة المرورية تحديدا عند منطقة تقاطع شارع القصر العيني مع الشيخ ريحان، ونسلك يمينا محور الشيخ ريحان وبدا من استكمال اتجاه مناطق التحرير هندخل يمين محور الشيخ ريحان اتجاه مناطق وسط المدينه، ومن مناطق وسط المدينه نقدر نسلك نفق الازهر او شارع الازهر اتجاه محور صلاح سالم ويتم استكمال باقي الرحله المروريه. ده بالنسبه لمناطق ميدان التحرير والتحويلات القائمه عنه والمنافذ المؤديه ليه، سواء اذا كانت من مناطق وسط المدينه او من مناطق القصر العيني او من مناطق كوبري قصر النيل ومناطق كوبري الجلاء، وكذلك ايضا في القادم من مناطق اكتوبر في القادم من مناطق الجيزه. مفيش هيتم ارشاد الحركه المروريه بدلا من النزول اتجاه مناطق الشهيد من كوبري اكتوبر هيتم استكمال الحركه المروريه ويتم النزول من منزل المؤدي اتجاه شارع رمسيس. بالنسبه لمحور الكورنيش في الاتجاهين هيبتدي عمليه التحويل لمحور الكورنيش ابتداء من منطقه تقاطع محور الكورنيش مع شارع رمسيس وحتى مناطق محور الكورنيش مع منطقه اثر الدائري في المتجه لمناطق المعادي والقادم من مناطق المعادي. بمعنى ان احنا الحركه المروريه في القادم من مناطق محور الكورنيش من منطقه رمسيس والكورنيش هيجي يكمل محور الكورنيش هيبتدي نعمل عمليه تحويل للحركه المروريه بدلا من سلوك اسفل نفق كمال الدين صلاح والاستكمال مع محور الكورنيش، لا احنا هنحرك الحركه المروريه وهنرشد المرور جميعا اتجاه مناطق مسطح نفق كمال الدين صلاح، ومن مناطق مسطح نفق كمال الدين صلاح هيتم الدخول لكوبري قصر النيل ومنها الى مناطق ميدان الجزيره اتجاه كوبري الجلاء او استكمال اتجاه مناطق شارع سرايا الجزيره وممكن نطلع اكتوبر مره ثانيه او نخش مناطق الجيزه عن طريق كوبري الجلاء ونستخدم المحاور الخاصه بالجيزه ومناطق الكورنيش في محاور الجيزه استكمالا اتجاه مناطق مطلع المنيب وننزل ونطلع كوبري المنيب وننزل من منزل المنيب المؤدي للكورنيش اتجاه منطقه المعادي. ده بالنسبه للي جاي من مناطق الشمال ومنطقه رمسيس والكورنيش وانا رايح على مناطق المعادي. كذلك احب ان انا انوه ان جميع الفرعيات المؤديه لمحور الكورنيش
واللي بتسمح بالحركة المرورية من مناطق القصر العيني بالدخول يسارا اتجاه المناطق الفرعية عشان اطلع على محور الكورنيش مرة تانية، هيتم ارشاد برضو المرور فيها ومنع الدخول السيارات، وهيتم ارشاد جميع السيارات اتجاه مناطق الشيخ ريحان ومناطق وسط النجدة. بالنسبة للي جاي من مناطق المعادي هيجي هيستكمل الحركة المرورية بتاعته طبيعية جدا، حتى الوصول معايا حتى منطقة اسفل الدايري هيتم ارشاد السيارات جماعة للصعود اعلى الدايري والاستكمال الرحله المروريه منطقه اعلى الدايري، ويمكن عن طريق ان احنا نستكمل اتجاه مناطق اعلى الاوتوستراد، وممكن النزول من منازل الاوتوستراد اتجاه محور الاوتوستراد، ومنها نستكمل الحركه المروريه اتجاه مناطق كوبري التونسي ومناطق المجزر الالي ومناطق صلاح سالم اتجاه منطقه القلعه اتجاه، وممكن نستكمل الرحله المروريه بتاعتنا اتجاه مناطق وسط المدينه عن طريق المناطق. جزيل الشكر لسيادتك سيادة المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف، وكل الأمنيات الطيبة بمرور هذا اليوم بالشكل اللائق لهذا الحدث المهم والفريد بكل تأكيد، شكرا لك. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى جمهورية بوروندي، ويأتي ذلك في إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي، حيث أقلعت الطائرة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بوجمبورا الدولي ببوروندي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى المسؤولين بجمهورية بوروندي. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. أهلا بحضراتكم من جديد. استقبلت مصر 854,400 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام أن هذه الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. في إطار حرص الدولة المصرية على مواجهة فيروس كورونا المستجد، تم استقبال 854,400 جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي، والتي تأتي ضمن اتفاقية كوفاكس التابعة للمنظمة الدولية للأمصال واللقاحات الجافة، وتعد أول شحنة متعاقد عليها ضمن 40 مليون جرعة تصل تباعا. بنستقبل حوالي 850,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنع في مصنع اسكي بايو كوريا، ضمن حزمة من اللقاحات تصل إلى حوالي 40 مليون جرعة من اللقاح يتم تسليمه خلال العام 2021. حقيقة عدد اللقاحات ديت ومخطط توريدها مع المرفق هيسمح لنا إن شاء الله بزيادة القدرة على توفير اللقاحات للكثير من المواطنين. الفترة اللي فاتت موقع وزارة الصحة والسكان كان بيستقبل التسجيل للفرق الطبية والأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لكن مع وجود اللقاحات ديت وغيرها من اللقاحات إن شاء الله اللي هيتم توفيرها الفترة القادمة هيسمح لنا إن شاء الله بزيادة القدرة على توفير اللقاح وتطعيم العديد من الفئات. مسؤول منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أكدوا على مأمونية وفاعلية لقاح أسترازينيكا، وأنه مر بمراحل اختبارات كلينيكية عديدة وتم تسجيله للاستخدام الطارئ بعد ثبوت نجاحه وفاعليته على الجنس البشري. في اكثر من 140 مركز تطعيم على مستوى مصر، في اقبال الحمد لله وفي نظام تسجيل كويس جدا، استخدام التكنولوجيا لتسهيل التسجيل ومتابعه الاشخاص بيسهل كتير جدا. اعتقد ان شاء الله بنهايه السنه 2021 هنوصل ان احنا على الاقل 20% من المصريين
تقريبا اكثر من 20 مليون مواطن هيتم تطعيمه بلقاح ضد مرض الكورونا. اللقاح يتم اعطاؤه بحريه اجبار على الحالات الراغبه في التطعيم، كما ان لقاح استرازينيكا مر بمراحل تجريبيه عديده سواء اكلينيكيه او بحثيه ومعمليه، والتي اثبتت نتائجها فعاليه ومامونيه اللقاح في مواجهه فيروس كورونا وتقليل مضاعفات المرض بشكل جيد وبدون حدوث اعراض جانبيه غير مالوفه. وصول العديد من الشحنات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتنوعها يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على مواجهة الفيروس ومنع انتشاره بشكل واقعي. من مطار القاهرة الدولي، محمد حلمي، التلفزيون المصري. قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فتح مصلى السيدات أمام النساء لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المساجد التي بها وعظات تتولى الإشراف على مصلى السيدات أو التي يتوفر بها زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة المسجد أو زوجة الإمام، على أن يتم اعتماد ذلك من رئيس القطاع الديني وذلك للإشراف على مصلى السيدات. وشدد وزير الأوقاف على عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات أو المشروبات في الصلاة وعدم فتح دورة المياه نهائيا تحت أي ظرف، محذرا في الوقت ذاته من اتخاذ قرار بغلق المسجد حال المخالفة، على ألا يتم فتح المسجد إلا بعد صلاة عيد الفطر المبارك. يؤكد الجميع أن الحفاظ على ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي أهم أسباب أو من أهم أسباب الوقاية ومن أهم الأسباب الواجب الأخذ بها. اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاه مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، القواعد المعمول بها حاليا والتاكيد على ذلك، ايضا استمرار تاجيل فتح الاضرحه الى ان ياذن الله عز وجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشريه جمعاء ان شاء الله، ايضا عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية سواء عقد قران أو عزاء أو داخل المساجد أو أي من ملحقات المساجد أو دور المناسبات، قصر صلاة الجنازة على الأماكن والساحات المفتوحة المحددة حاليا وفي غير أوقات الصلاة حتى لا يؤدي إلى ازدحام الناس داخل المسجد على النحو المعمول به حاليا، ليس هناك جديد. أيضا عدم السماح بإقامة موائد الرحمن أو موائد الإفطار العامة أو الخاصة داخل المساجد، السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف قرار مجلس الوزراء اللجنة إدارة الأزمة في المجلس بما لا يتجاوز نصف ساعة وبالطبع دون إلقاء أي دروس أو خواطر، قصر العمل تأكيده على الصلوات الراتبة فجر ظهر عصر مغرب عشاء خطبة الجمعة والصلاة بما لا يزيد على 10 دقائق عن نحو المتبع، برضو هنستمر في رمضان فتح المساجد قبل الصلاة ب10 دقائق وبعد الصلاة ب10 دقائق ايا كان بقى نوع الصلاة. وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أصدر محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارا ببدء المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم بداية من 17 أبريل، حيث تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من 7 صباحا وتغلق في 11 مساء، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في منتصف الليلة، ويستثنى من المواعيد المخابز ومحال البقالة والصيدليات، بينما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميا من 5 صباحا وتغلق في 1 صباحا مع استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار 24 ساعة. وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين برفع الاستعدادات على مدار 24 ساعة لمتابعة القطاعات الخدمية قبل شهر رمضان. قالت الدكتور رنا الحجة مديرة إدارة البرنامج بمنظمة الصحة العالمية إن إنتاج لقاحات بإقليم شرق المتوسط يتطلب مبالغ كبيرة وأنظمة جودة، مشيرة إلى أنه توجد 5 دول بإقليم شرق المتوسط لديها هذه القدرة من بينها مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الاتصال عن بعد حول تطورات جائحة كورونا ومستجدات وصول اللقاحات وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط. انتقدت منظمة الصحة العالمية بطء حملة التلقيح ضد كوفيد 19 في أوروبا في ظل وضع وبائي مقلق، داعية لتسريع عملية التلقيح عبر تعزيز الإنتاج. يأتي هذا بينما أعلنت المنظمة أيضا عن عددا من الولايات في البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية، كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة كورونا. وأشارت المنظمة إلى أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات في البرازيل وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90%، خاصة بعد أن أصبحت البرازيل بؤرة تفشي الجائحة مع ظهور سلالة أشد عدوى. أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أنه دمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن، مضيفا أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب اليمنية. وكان الجيش اليمني قد قام بتحرير عدد من المرتفعات وقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز، وأشار إلى أن قواته تخوض معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي في أكثر من جبهة بمحافظة تعز وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، فضلا عن تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية. أعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكس سيزور ليبيا يوم الثلاثاء القادم لإعادة فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ 6 أعوام في طرابلس. وفي سياق منفصل أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن مستقبل البلاد وتقدمها مرتبط بالمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. وأوضح الدبيبة أن إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية أمس الأربعاء يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار. أهلا بكم من جديد. عودة إلى الشأن المحلي، حيث صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. وخلال مؤتمر صحفي أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء الدكتور أيمن شريف عن ضوابط ومعايير القبول وأماكن سحب كراسات شروط القبول للدفعة الجديدة من معاوني الأمن. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاوني الأمن وفقا لشروط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها. شروط القبول: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، أن يجتاز اختبارات السمات واللياقة البدنية التي يصدر بتحديدها قرارا من السيد وزير الداخلية، ألا يقل الطول عن 170 سنتي وعرض الصدر عن 85 سنتي بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث لا يقل الطول عن 160 سنتي، ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. وتسحب كراسات الالتحاق من معاهد معاون الأمن بطرة للذكور والإناث ومعهد معاون الأمن بالبحيرة للذكور، وذلك بمدخل مدينة وادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسوهاج للذكور اعتبارا من السبت 3 من شهر إبريل حتى 2 من مايو،
من 8 صباحا حتى 4 مساء، وعقب اجتياز متقدم لكافة الاختبارات الصحية والبدنية والرياضية المحددة، يتم إلحاق المقبولين بمعاهد معاون الأمن للدراسة فيها خلال 1.5 عام. يحصل خلالها الدارسون على مزايا إضافة إلى المزايا التي يتحصلون عليها عقب التخرج، كما يتم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية عند التقدم وسحب الكراسات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا الكرام، موعدنا مع أخبار المال والأعمال وسارة نجيب. أخبار المال والأعمال الثامنة، أهلا بحضراتكم. شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت والتجارة نيفين جامع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة وإحدى الشركات العالمية لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع في مصر، وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير الاتصالات أن مصر تسعى إلى مواكبة وتوطين أحدث التكنولوجيا العالمية وتحفيز تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي لتحقيق التحول الرقمي على مستوى كافة القطاعات الصناعية ومن ثم زيادة التنافسية. من جانبها أكدت جامع أنه تم التنسيق لتشكيل مجموعة عمل مصغرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق والعمل على حل أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشاركة 20 سلسلة تجارية بمعارض أهلا رمضان بحوالي 1800 منفذا بتخفيضات تصل إلى 35%. من جانبه أكد معاون وزير التموين أحمد كمال إقامة 27 معرضا رئيسيا بالمحافظات، مشيرا إلى مشاركة المجمعات الاستهلاكية ونحو 500 منفذ من منافذ جمعيتي في معارض أهلا رمضان هذا العام. فتحت الأبواب استعدادا للشهر الكريم وفتحت مع التخفيضات التي تصل إلى 30% بكل السلع، فأكثر من 20 سلسلة تجارية بما يتجاوز 1500 ركنة دخلت مبادرة التخفيض هذا العام. في معرض رئيسي في محافظة القاهرة و26 معرض في باقي محافظات الجمهورية، التخفيضات بتتراوح من 15% إلى 30%. مشارك معانا السنة دي أيضا أكثر من 20 سلسلة تجارية ب 1845 ركن أو جناح داخل هذه السلاسل. التخفيضات التي تشابكت فيها وزارة التموين مع الغرف والسلاسل التجارية جاءت في كل السلع أساسية كانت أو رمضانية، فهنا كثرة العروض على الزيت والأرز والسكر والبلح واليامش أيضا. عندي السمنة بتبدأ ب7.75 جنيه، عندي السكر الرز بيبدأ ب5.75 جنيه، عندي السكر من 8.65 جنيه، عندي المكرونة ب2.25 جنيه، عندي الصلصة بتبدأ ب4.15 جنيه. ولأن المنظومة تبدو متشابكة للتخفيف عن المواطن، فإن منافس جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قد دخلت في خط التخفيض للسلع الرمضانية والأساسية أيضا. دي حاجة كويسة جدا وتعتبر إضافة كبيرة جدا للفروع على مستوى جامعتي كلها. ومع تلك التخفيضات فإن صرف السلع التموينية بداية الشهر جاء ليضيف بعدا آخر في تلبية كل احتياجات المواطن من السلع الأساسية، خاصة وأن دعم الفرد على بطاقة الدعم يصل إلى 50 جنيها. 1/4 ده صرف التموين بالنسبة لشهر 4، ورمضان جاي في نص 4 وهيكمل في شهر 5، فإحنا إن شاء الله بالنسبة للتموين موجود شهر 4 وشهر 5. بذلك يكون المشهد قد اكتمل، فمع التخفيضات بالمعارض وصرف السلع على بطاقة الدعم تكون الدولة قد نجحت في تلبية كل احتياجات المواطن سلعيا للشهر الكريم. ما على المواطن إلا الاختيار بين تلك المنافذ أو المجمعات الاستهلاكية أو السلاسل التجارية أو معارض أهلا رمضان التي تنتشر بالمحافظات والتي تصل التخفيضات بها إلى 40%. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية مع بداية الشهر، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة طفيفة لم تتخطى 1.1%،
متخليا عن مستوى 10560 نقطة، في حين سجل المؤشران EGX 70 EWI و EGX 100 EWR ارتفاعات ملحوظة تراوحت بين 1.8% و 2.2%، وربح رأس المال السوقي نحو 2,620,000,000 جنيه. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية الدكتور جوردن غريليتش رادمان فرص تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز بين البلدين. وخلال الاجتماع الذي حضره السفير توميسلاف بوشناك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة، استعرض الملا الخطوات التنفيذية التي شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط، لافتا إلى أن المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزا لتجارة وتداول الغاز والبترول وتحقيق التكامل مع دول أوروبا. من جانبه كشف الوزير الكرواتي عن خط شركة إنا الكرواتية للتوسع في استثماراتها خلال الفترة القادمة. أفادت مصادر في أوبك توصل مجموعة أوبك وحلفائها وعلى رأسهم السعودية وروسيا خلال اجتماعهم اليوم إلى اتفاق أولي على زيادة تدريجية في إنتاج النفط بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو، على أن تصل هذه الزيادة إلى 400 ألف برميل يوميا في يوليو. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد في كلمته خلال الاجتماع أن منتجي النفط قد تبنوا نهجا حذرا يتسم بضبط النفس، وارتفع سعر عقود خام مزيج برنت تسليم يونيو 71 سنتا أو بما تتخطى نسبته 1% ليصل إلى 63 دولارا و45 سنتا للبرميل، وصعد الخام الأمريكي إلى 59 دولارا و87 سنتا للبرميل. ومشاهدينا الكرام، نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخنكة ويؤكد أن إنتاج مشتقات البلازما بمصر حلم سيتحقق خلال عامين. السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية دعما لمسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد. وفي تصريحات خاصة، وزير الآثار يكشف تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbero.eg. سيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء، في أمان الله.